ألقت الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق أثرها السلبية على جميع مفاصل الحياة، وخاصة بعد قرار الحكومة العراقية الذي صدر مؤخرا برفع سعر الدولار مقابل الدينار، وما يواجهه من رفض شعبي بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وما يقابلها من ظروف معيشية صعبة، إضافة إلى ذلك البطالة التي تشهدها البلاد. ويقول مختصون أن أزمة الرواتب منعت الموظفين من المشاركة في إدامة الحركة الاقتصادية في الأسواق، موضحين أن رواتب القطاع العام تكلف الحكومة نحو 5 مليار دولار شهريا، بينما عائدات النفط تبلغ 3.5 مليارات ما يستدعي تعويض العراق النقص عن طريق حرق الاحتياطات النقدية.